اليوم ما قدمت كتير منيح، بس كنت متوقع هيك شي لأني ما حضرت. ما صح لي أدرس، بس رح كمل ببقية المواد، والمرة الجاية بدي أدرس وحضر منيح للفحص. لهلأ ما عرفنا مين اللي قوصه لكريم، كان المشتبه فيه الوحيد هو مصطفى، بالنهاية طلع بريء ومو هو اللي عاملها. بدك الصراحة دكتورة، القضية كتير تعقدت، كل واحد بيحكي شكل. طلبوها للبنت اللي دعا انه كان عندها بليلة الحادثة، هي كمان ما كذبت وحكت مثل ما قال بالضبط. طبعا هي اكدت كل شي حكاه مصطفى، بس انت شكلك مانك مقتنعة. ما بعرف، بجوز هي الحقيقة وهو كان عم يخونها لمرته. مصطفى متغير كتير وممكن يعملها، أو يمكن هو هيك كان من البداية، بس أنا ما كنت بعرفه وما لاحظت، أو يمكن ما كان بدي أشوف. أنتي صايرة عم بتفكري بمصطفى أكتر من قبل. إيه أنا عم فكر بأمه وبالشي اللي قالت لي إياه على التلفون. حبت تعتذر عن اللي صار، لأنه لما لجأت أنا لمصطفى هي قلعتني من عنده، وقتها كان عم يحرق بيتنا. لساتني عم شم ريحة الحريق. هو حرق الشيء الوحيد اللي كان إلي. حسيت كل شيء ضاع مع ايه اجا الكيك تبع فاطمه يلي ما في منه بكل الدنيا. بعدي بدي خلي اليف تسلم على كريم. هاتيها. مرحبا اليف، كبراني ما شاء الله. ايه صايره صبيه يغسل العين. على اساس لساتها صغيره. كريم دير بالك. دير بالك عليها، كثير سمنانه كثير. لا لا معي لا سمنانه ولا شيء، بس حليانه كثير. طلع لعمتها ما
مثل ما بيقولوا البنت لعمتها والصبي للخال. مع اني مو شايفتها بتشبه عمتها منوب. ليكي شو اللي عم بقلو يحملوا بلاد. الكل كانوا مبسوطين عنا بالبيت. ان شاء الله دائما. طيب صار اي تقارب بيناتكم بالبيت مثل يلي صار معكم لما كنتوا بالمشفى بهديك الليله؟ ليش؟ يعني انتي ما بدك ولا كريم ما تشجع انه يعمل هيك شيء؟ هو كان حابب اني اتسطح جنبه لما كنا بالمستشفى، بس بعدها ما طلب مني شيء. اشرحي لي كيف يعني؟ كريم طلب منك تتسطحي جنبه وانتي نفذتي رغبته وبس؟ انتي ما كنتي رغبانة بهالشي؟ ما حسيتي بأي ردة فعل تجاهه؟ أنا عملت هذا الشي لأنه مريض مو مشان شي. يعني ما كان في رغبة جنسية وما حسيتي بأي شي وقتها؟ إيه أنا شفقت عليه وبس. ليكي فاطمة، الحادثة يلي انتي تعرضتي لها كانت فظيعة كتير، بس صار لازم تفرقي. بأي علاقة طبيعية ما بتصير الفظاعة يلي انتي عشتيها بهديك الحادثة. العلاقة يلي رح تكون بينك وبين زوجك، تأكدي ما رح يصير أي شي بدون رضاكي انتي. ما رح يسترجي يقرب منك إلا إذا انتي سمحتي له بهالشي. يعني المعاشرة الزوجية رح تكون برضاكي انتي. بس يعني بكير نحكي بهذا الموضوع هلأ. ماشي. ست مريم، الأسبوع الجاي بدي أقابل كريم لحاله. طيب ماشي، رح أقول له إمتى بدك إياه يجي؟ تلاتة على الساعة 2. خلص التلاتة على 2. التلاتة يعني بتقصدي 14 شباط؟ إيه مزبوط، كتب كتاب الست مريم بهذا التاريخ ما في يجي. آه رح تتزوجي؟ إن شاء الله ألف مبروك. تسلمي. شكرا. عن جد أنتو اخترتوا يوم كتير مميز للزواج. لا مو نحنا يلي اخترناه، نحنا قلنالن خلال هالشهر وهن حددولنا هالتاريخ. عم قول ممكن يوم الأربعاء؟ الأربعاء 15 شباط بيمشي الحال؟ وبنفس التوقيت كمان. تمام، معناتها رح استناه الأربعاء على 2. ماشي، شكرا إليك. الله معكن وألف مبروك والله يتمم لكم على خير. شكرا إليك. مع السلامة فاطمة. الله معكن، شرفتوا. يلا بخاطرك. قلتي لي مو انتو حددتوه، هن حددوا لكم اياه. فاطمه بشو بدي احلف لك؟ لا تقتنعي يعني. الله يسامحك، ليش ما عم تصدقيني؟ هن حددوه. انك نحن رحنا على المحكمه وطلبنا موعد مشان نتزوج فيه مثلنا مثل كل هالناس، قاموا هن حددوا لنا هاليوم، نحن شو ذنبنا؟ طيب ماشي، عم بمزح معك. والله انا خجلانه كمان اقول للناس انه عرسي ب 14 شباط، شو بدي اعمل؟ هذا اللي صار معنا. هذا الشيء كثير حلو، ليش لا تخجلي؟ أصلاً كل العالم رح يحتفلوا بعيد زواجكم. أنتِ اليوم والله أوه كثير مكيفة، عم تستفيدي من الجلسة؟ إيه بصراحة أنا بكل جلسة عم حس حالي كثير تعبانة. عم بقصد بكون تعبانة فكرياً. كل ما عم بطلع من هذا الباب عم حس حالي عم صير أحسن. إيه كثير حلو. إيه عم قول لازم تلاقي لي حل لمشكلة الأواعي فاطمة. أنا كثير فرحانة. أساساً أنا محددة شو بدي ألبس، فستان أسود سادة. ما بحب يكون علي أي شيء. أسود؟ مستحيل لبسك أسود بكتب كتابك. وطبعاً مو معقول ألبس أبيض فاطمة. ليش بقى؟ ما بعرف، بس حاسة إنه في شيء مو ظابط بالأبيض. بس العروس بتلبس أبيض. ما بدي إياه يكون أبيض. بيج؟ شو رأيك بالبيج؟ ماشي.